لسلطة ما يسمى بالدولة والسلطة الرابعة، جولة أخرى من حرب تدور معاركها حول قصر العدل، اشتدت وتيرتها منذ انفجار الرابع من آب. اليوم وهنا استدعى القضاء الصحفي رياض طوق بتهمة القدح والدم بعد نشره تقريراً عن القاضي صبوح سليمان. صبوح سليمان الثمن يلي قبضه هو التحويل المصرفي بسنة 2020، وقت يلي كانوا المودعين عم بيموتوا ويعيشوا لفيهم يسحبوا 100 دولار، كان عم بيحول 100,000 دولار من حساب. التقرير ينتقد القاضي الذي أوقف مذكرات توقيف بحق الوزير السابق يوسف فينيانوس، أحد المطلوبين لخدمة عدالة انفجار المرفأ. أنا بقول للصحفيين ما تروحوا على المباحث وما تروحوا عند الضابطة العدلية، وهذا مخالف للقانون استدعائنا. هلأ بتعرفوا بلبنان عم يترهل القانون، ولكن هناك سبب أساسي. أنا معي هذه الوثيقة التي تؤكد تهريب قاضي لأمواله إلى خارج لبنان. أنا جاي عم بستغل هذا الاستدعاء لأنه رح يفتحوا محضر قضائي، رح أقول لهم هذه الوثيقة التي تؤكد تهريب الأموال أصبحت ما حدا في يقول ما وصلت لنا. على مبدأ أن الحقوق لا تضيع خلف إصرار من يطالب بها، يستغل أهالي ضحايا انفجار المرفأ كل الفرص للعودة إلى الشارع. هؤلاء أشخاص معنيين بملف مرفأ بيروت بجيرو، ليه عم يسكروا على الحقيقة؟ ربنا بده يوقف معنا لنخدم حقهم. دمروا لنا بيوتنا، دمروا لنا سياراتنا، أخذوا لنا مصرياتنا بالبنوك. ممكن نسكت بس دم ضحايانا ما حنسكت. صبوح سليمان ما أخذ القرار من نفسه، كلهم أزلام بعضهم. للأسف نحن صرنا بقضاء منحل، هذا القضاء نحن ما بيشبهنا. تبدو معركة اللبنانيين طويلة لاسترداد العدالة، فالإفلات من العقاب رافق كل القضايا. غنوة يتيم، العربية، بيروت.